نتوما لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا صبحتم مزيانين. انا والله صبحت من عيد مهلوكه مع ديك السمانه رمضان باقي فينا والهلكة حقا وقاس كلشي الحمد لله في الصباح. واليوم بقيت قنطانه جالسه مع العيد شويه، نتوما كتعرفوا جا مختلف على الاعياد اخرى، ما خرجنا ما مشينا عند الحباب ولا الصحاب ولا العائله، اي غنشوفوهم في الخير ان شاء الله. ما كرهناش نمشيو عند كلشي ولكن الظروف كتغلب. دابا قلنا جينا واحد الفيديو نشوفوكم ويشوفوكم مزيونات وما توحشوكم، وقلنا على الميريندا اللي ما في التراسة ديالنا وشاركوكم معنا الاجواء ديالنا. دابا هي تقول لهم السلام عليكم. السلام عليكم. هي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايوا ودابا نخليكم تشاركوا معنا الميريندا ديالنا. وقلنا نطيروا القنط شويه هنايا، الهواء مزيون الصراحه، صباح النهار كيحمق جود الصيف سبحان الله العظيم. وقلنا جي نبروبيتشار ونجلسو نطيرو القنط، ما عندنا ما نعملو، هذا هو الحل الوحيد. يلاه صرا بعدين علينا كرهكم، جيتو داكلو معانا نهار اخر ان شاء الله نعودو عملة شي كورونا فيروس. بسم الله. السلام عليكم، واش مبروكة بعدا. هذا الزوج الكريم كيقول لكم السلام عليكم وراء الخفاء، مستقبلا غيظهر ان شاء الله قريبا. بسم الله. صراحة ما كرهناش نكونوا معيدين معاهم العائلة ديالنا في المغرب والحباب ديالنا وخوتنا، افتقدنا الصراحة كلشي الصراحة، والعيد هو العائلة اي والله العظيم، والحباب والصحاب الصراحة هذا لا يخاف حتى الحباب. الواحد حتى كيطيح بحال هاد الظروف هادي عاد كيبقى كيحشني مع الصحاب شنو مع الجيران شنو مع العائلة. لكن الحمد لله نشوفوهم في الخير ان شاء الله، ملي كنسمعوهم مزيانين وبخير وعلى خير هادي فقط كرامة من عند الله. ايوا الحمد لله. اما بالنسبة حنايا الحمد لله بدات الامور بدات ماشية مزيانة، سمعنا قلنا دابا نقدرو نبقاو نخرجو شوية ونتلاقاو، ما نتلاقاوش بزاف هكدا كاين ميفوتشي جروب وبزاف الناس زوج الناس واقيلا هكدا. المهم اللهم عيدك ولا والو، بعدا نشوفو صحاباتنا الشباب ديالنا ونتلاقاو نحيو الراحين، شحال تحنا ما خرجنا عرفتي راه القنط العيال مساكن قنطو بزاف الله. ونشوفو المسجد تيما ان شاء الله، خلو تيما ان شاء الله يا ربي تيما ان شاء الله ان شاء الله نشوفو المسجد انا تيما نور والله العظيم نطلبو الله غير الخير. ايوا خوتا معرفتش باش نزولو هاد القنط اللي فينا، اجي نجلسو نعملو ميريندا. قالوا لي امي خصنا نشوفو نعملو الفيديو، قلت لهم اجي نبقاو غير على خاطركم، تاهي انا نعمل الفيديو مع المزينات ديالي، شوفو المزينات ديالي اللي معايا في الدار وميسابونيز ديالي كاملين مزيوناتهم على راسي بارك الله فيكم. وشكرا على البارح باركتو لي العيد، الله يكثر خيركم والله العظيم زعما كنشكركم بزاف وكاملين كنبغيكم والله العظيم. شكرا بزاف اللي تفكرني كامل وبارك لي بهذه المناسبة العيد سواء داخل المغرب أو خارجه، والله إلا الله يجازيكم بكل خير الله يخطيكم. إيوا حنا هنايا هذه هي الأجواء، قلت لهم صافي نوض نجلسو نعملو ميريندا ونصوتو الفيديو شوفوها معنا واحد شوية العشية ديالنا كيف جايزة وهذا ما نقولكم. مهم زيونات كانت هذه العشية ديالنا ماشي فيديو طويل، مهم غير بغيت نشارك معكم هذه اللحظة هذه وهاد اللحظة الصغيرة معكم وبهذه المناسبة حتاش أنا عملت هذا الفيديو حتاش العيال اللي طلبوه مني البارحة كانوا بالهايين في اللعب وكل شيء، قالوا اليوم غيباركوا العيد في فاميليا كاملة باش يشوفوهم في الفيديو إن شاء الله توحشوا لهم، غنخليهم دابا يسمعوهم ليلهم. يلاه إياد. السلام عليكم كمارة. لما توحشتي؟ ماما قلبي. ماما قلبي كيماس شكون اخر؟ ليلو نهار فيدا. وقولها لا قولها لا ليلى قولها لا ليلى. انا
حفيظة من السفيرة زين أيمن أميرة هنا ميغود ديالي و طول على فاميليا ديالي وكيكا وكيكا وين الطالب قولهم كاملين بيكم كاملين بيكم عطيهم حبيسو قولهم سوحشتكم بزاف وغنشوفكم نهار اخر ان شاء الله نشوفكم بزاف ودارلي لاين suscribiros al canal. No olvidéis de darle like, suscribiros al canal y compartirlo con todos los amiguitos. Adiós, momenteros. Momenteros divertidos. المهم زيونات ديالي كان هو هذا الفيديو سمعت كتاكيت المزيونين الله يحفظهم لي ويجيهم لي واللي عنده الله يحفظهم له واللي ما عندوش الله يرزقهم في النهار يا سيدي ربي في هذه العواشر ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو وما تنساوش تدعمونا باللايك ما تنساوش بالقناه دمتم في امان الله الى اللقاء ان شاء الله نهار اخر.